ومتميزة جدا تليق بمقام هذا النهائي. طبعا الحاضرين محظوظين بملعب خمسة جيلة لمشاهدة هذه المباراة عن قرب، والذين لم يسعفهم الحظ التنقل إلى ملعب خمسة جويلة، تلفزيون الجزائر يقترح عليهم تغطية متميزة لمتابعة هذا الحدث في ظروف مواتية ومثالية من خلال متابعة الحدث منذ الساعات الأولى ولغاية نهاية هذا الحفل الكروي الكبير. دريس، أجواء مليحة في الملعب، يعني محفزة لكل لاعب، ما يشقاش تحضير نفسي وبدني؟ هو في حد ذاته النهائي ما فيش تحضير، العكس لازمك تتوقعني من هذيك الليكسي تاع الضغط هذاك، الضغط هذاك باش تخلي اللاعبين يدخلوا باكثر اريحيه ويقدروا يلعبوا، لانه فيه ضغط رهيب. النتيجه نهائي كاس الجمهوريه، الشعب، التغطيه الاعلاميه، كل شيء يعني يخلي اللاعب حتى انه يجوز هذيك كما نقولوا احنا مستوى المطلوب بالنسبه الى التحضير النفساني من جانب كما نقولوا حنايا لا بريسيون بوزيتيف.